السليه، عمرو السليه، راح السليه، هيعدي السليه، يلعبها تمريره افتجاه حمودي، هيلحق حمودي، السرعه والمهاره من حمودي، لم كرته حمودي، يدلها القدم اليسرى حمودي ويلعبها عرضيه، تبحث عن الراسيه ريان. الله على الجول، يدور احمد ياسر ريان جوه جول، هدف اول للنادي الاهلي. سلام يا احمد يا ياسر، يا سلام يا حمودي على الكروس العرضي، وادي الارتقاء، ادي الارتقاء والتوجيه من احمد ياسر ريان الوريث الشرعي لخط هجوم النادي الاهلي، اسمه احمد ياسر ريان. سلام يا احمد، لسه بنتكلم لحضراتكم، واحد من اللاعبين اللي براهن عليهم وبيراهن عليهم جمهور النادي الاهلي. شوف شوف الجامب من احمد، وشوف الارتقاء، وشوف التوجيه، كل مهارات التسديد واللعب بالراس. حسين السيد يلعب، حسين لريان، استلم ريان، الله السلطان، الله السلطان، احمد ياسر ريان، والهدف الثاني للنادي الاهلي، الهدف الثاني للنادي الاهلي، وهدف رائع من احمد ياسر ريان. قلت لحضراتكم هم دول ولاد النادي، حسين السيد يلعبها، استلم ريان، والله فرحانة بيكم، كل جماهير النادي الأهلي فرحانة بيكم، الله عليكم جماهير النادي الأهلي فرحانة بيكم. أدي يا سلام يا أحمد يا ياسر، شوف المهارة، خرج الحسيني، نزل اللاعب ألفيس. لا يا جماعة، أحمد ياسر ريان انتظروه وبقوة. كابتن حسام البدر بيراهن.